ما من أمة دخلت الدنيا إلا وفتنت وابتليت واختبرت. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فتن الصحابة الكرام وابتلوا وزلزلوا واشتدت الفتن، فوجدهم الله رجالا صادقين فأثنى عليهم في كتابه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا. يفتن المرء بالمال من أجل أن يبدل ويغير في دين الله، فتلكم السراء. لكن الصادقين إذا ابتلوا بالمال نظروا إليه على أنه بلاء، على أنه ابتلاء، على أنه اختبار. هذا سليمان عليه السلام ينظر إلى الملك العظيم الذي وهبه الله له، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. سليمان الذي دانت له الدنيا كلها ينظر إليها فيقول: هذا من فضل ربي ليبلوني، أشكر أم أكفر؟ فشكر سليمان، فجاء الجواب من الله: هذا عطاؤنا، فمن أو أمسك بغير حساب. لقد نجحت يا سليمان، لقد نجحت كما نجح داود. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. إن كلمة شكرا من الله إذا وجهت لعبد فاز في الدنيا والآخرة. اعملوا آل داود شكرا. نعم، وقليل من عبادي الشكور. ليرجع كل منا إلى نفسه وإلى تاريخه وإلى علاقته بربه، ليعلم أهو شاكر أم أنه وللأسف دخل مع الطرف الآخر. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. أين نختبره؟ نبتليه بما أنعمنا عليه من نعم في بدنه، نبتليه بما أنعمنا عليه من نعم في دنياه، نبتليه بما أنعمنا عليه من النعم التي يسمعها ويبصرها، فجعلناه سميعا بصيرا. واسمع إلى أول تلك النعم: إنا هديناه السبيل، وأي سبيل هداك الله له؟ إن السبيل الحسية والسبيل المعنوية لا يهدي لهما إلا الله. السبيل الحسي الذي أخرجك به من صلب أبيك ثم من رحم أمك حتى وصلت إلى هذه الدنيا كامل الأعضاء، قد أنعم الله عليك نعما لا تعد ولا تحصى، فأين أنت من الله؟ هل جلست مع نفسك ذات مرة لتشكر الله على نعمه عليك في جسدك؟ ألم يجعلك سميعا وغيرك أصم؟ ألم يجعلك بصيرا وغيرك أعمى؟ ألم يجعلك متحركا وغيرك مشلول؟ ألم يجعلك عاقلا مدبرا وغيرك مجنون؟ ألم يجعلك آمنا في سربك، معافا في بدنك، عندك قوت يومك وغيرك غير آمن في سربه ولا معافى في بدنه ولا يملك حتى قوت يومه؟ هل قلت شكرا يا رب؟
هل قلت اللهم ما أصبح بي من نعمة أو أمسى بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، إما شاكرا وإما كفورا. وللأسف أن أكثر الناس يشكرون الناس ولا يشكرون الله، يذكرون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. كم مرة شكرت فلان، لكن هل شكرت الله؟